يقول انا هدفي ان قريتي او مجلس قروي بتاعي يبقى احسن مجلس قروي في المنطقه كلها. احسن نفسنا بقى. احنا كنا في استحقاقين دستوريين قبل كده. الاستحقاق الاولاني كان الدستوري. المنيا شاركت مشاركه قويه جدا. الاستحقاق الثاني كان اختيار رئيس الجمهوريه. اعلى مشاركه في الصعيد كانت المنيا. مش عايزين نتنازل عن هذه المكانه يا جماعه. ما نختارش حد، ما نوجهش لسين او عين او صاد، انا ماليش دعوه، ولا انتوا ليكوا دعوه. لكن انا بحفز الناس ان ينزلوا العقار. هي في المناخ جيد. لو في تبع مركز انتخابي فرعي او رئيس لازم انت ان تبقى متاكد